السلام عليكم اخواتي واخوتي وكل متتبعي قناتي وصفاء فين ما كنتو، كنتمنى تكونوا مزيانين وبصحه جيده. اولا كنرحب بكل جديدات، وكذلك كنشكركم على جميع التعليقات الرائعه ديالكم. اليوم ان شاء الله في سلسله فيديوهات نتاع حلويات الاسبوع اللي حضرت معكم، غادي نشارككم في هذا الفيديو حلوه باللوز، كتجي رائعه ناجحه شكلا ومذاقا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بالطريقه ديالي. اول حاجه غادي نشوفوا العجينه، غادي نحتاج فيها 500 غرام ديال الفرينه ما يعادل 5 ديال الكيسان، زوج معالق كبيره نتاع سكر كلاسي او سكر بودره، قرعه ديال ماء الزهر، زوج معالق نتاع الزيت عاديه، وعندي 150 غرام نتاع الزبده المذابه، اي نوع كتبغيو نتاع الزبده، انا استعملت نتاع لابواط. اول حاجه غادي نمشيو للطريقه، كندير واحد رشيشه ديال الملح فوق الفرينه، كنضيف لها جوج معالق نتاع سكر كلاسي، كنخلطهم مع بعضياتهم، كنضيف الزبده المذابه كنخويها كامله، وكنضيف واحد زوج معالق نتاع الزيت بهذا الشكل هذا، كنضيف كذلك واحد القطره نتاع الروح نتاع الزهر الا كانت متوفره، وكنمزج هاد المكونات كامل مع بعضياتهم حتى كندخل هذيك الزبده مزيان. من بعد كنجمع هاد العجينه بماء الزهر، تقريبا غادي تاخذ لكم كأس ونصف من ماء الزهر، كتجمعوها والعجينه ديالكم ما كديروهاش جاريه، يعني ما ديروهاش خفيفه، خاصها تكون شويه قاسحه بحال العجينه نتاع كعب غزال. صافي كنحيدوها وكندلكوها مزيان مزيان حتى كنطريوها كيما العجينه نتاع كعب غزال. بغيتو ديروها في الماشينه ديروها ماشي مشكل. غادي ناخذ العجينه ديالي من بعد ما صافي دلكتها، غادي نحيد منها واحد شويه باش غادي نفوتو نلونوهم. عندي هنا زوج الوان، اختاريت اللون البني واللون الابيض، غادي تقدروا تعوضوا باش ما بغيتو نتوما على حساب اللون اللي باغيين ديرو. حيدت واحد شويه واحد الكره من العجين، اما اللي بقالي غادي ندير له شويه ملون ابيض بطاقه، وكندخلوا فيه هذا الملون، متوفر عند اصحاب الحلويات تقولوا لهم ملون خاص بالعجين، كندخله مزيان في العجينه حتى كيتجانس. ونفس الشيء بالنسبه للكره الصغيره اللي خلينا، غادي ندير لها الماغون وغادي نبدي ندخله بهذه الطريقه هذه حتى كيتجانس ويعطي لنا لون زوين بحال هذا الشكل هذا. نخليو العجين في الثلاجه يرتاح ونمشيو نوجدوا الحشو. بالنسبه للحشو تقريبا غادي تكون كيما العجينه نتاع الحشو نتاع كعب غزال. غادي نحتاج، انا هنا استعملت كيلو ديال اللوز، سلقته قشرته وبيته هكا ينشف واحد السربيته نقيه، ضروري انه يكون ناشف مزيان مزيان ما فيهش الماء. صافي ملي خديته ونشفته غادي نطحنوا الطحنه الاولى بوحدو، غادي نطحنوا الطحنه الاولى قلنا بوحدو. ملي طحنتو الطحنه الاولى بوحدو كنطحن الزوجه، غادي نديرها مع السكر. بالنسبه للكيلو ديال اللوز كنستعمل نص كيلو ديال السكر، نص كيلو ديال السكر ما يعادل جوج نتاع الزلايف، كندخلها مزيان هذاك السكر معاه ونولي نطحنهم مره اخرى مع بعضياتهم، نطحنهم مزيان حتى كيتعلكوا ويوليو لي عجينه على شكل اون بات اللي نقدروا نشكلوها حنايا كيف ما بغينا. بهذه الطريقه كما شفتوا طحنتو مزيان حتى تعلك، ما بقاش هذاك السكر، ملي كندوق ما كنلقاش هذاك السكر واضح. غادي نحتاجو معاها 50 غرام ديال الزبده ما يعادل زوج معالق كبيره تاع الزبده بحراره الغرفه ولا مذوبه، غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال المسكه الحره مدقوقه، غادي نحتاجو الروح نتاع الزهر اي واحد القطره، زوج معالق نتاع مربى المشمش اللي غادي نستعمل او لا كونفيتور، وغادي نستعمل واحد 3 معالق نتاع ماء الزهر العادي. هادو هما المكونات، غادي نمزجهم مع بعضياتهم. اول حاجه ندير قطره من روح الزهر، ندير زوج معالق زبده، زوج معالق كونفيتور، ومعلقه صغيره ديال المسكه الحره، وثلاث معالق ديال ماء الزهر العادي، ونمزجهم مزيان مزيان. استعملوا يديكم البنات باش تدخلوا كلشي المكونات بعضياتهم، وهاي العجينه ديالنا واجده او الحشوه. صافي كما شفتوا العجائن راهم واجدين بزوج، غادي نستعمل هاد المراشم نتاع الورود الصغيره هما اللي غادي نزين بيهم، كذلك غادي نستعمل للتوريق، غادي ندير الماشينه نتاع التوريق، الا ما كانتش متوفره تقدروا تستعملوا غير الدلاك، فقط العجينه ديالكم تكون رقيقه. انا غادي نفوتها هنايا في النمره 7 وفي 5 وفي 3، ما غاديش نزيد الرقق على 3 هكا اللي بغيت الحلوه ديالي. كذلك هنا حماتي كتوجد في اللوز، كتشكلو هكا حرابل بهذه الطريقه بحال الحرابل نتاع التمر، وهما كنشكلوهم بديك العجينه اللي صوبنا نتاع اللوز. ناخذ العجينه ديالنا نفوتوها الاول في النمره 7، جاتني طويله غادي نقص منها، نولي ندوزها في النمره 5،
هادو بالنسبه للاخوات اللي عندهم الماشينه. ثم في النمره 3 صافي، والعجينه ديالي راه واجده. وباش نشكل هاد الحلوه كناخذ حربول ديال اللوز وكنلوي عليه العجينه وكندير بياض البيض هكا باش كتلصق لي مزيان، وكنلويها مره ثانيه، كنقطع الزوائد وكنقطع يعني حتى كنشكل غير على حربول هكا طويل، كنرو ليه مزيان باش يلصق في بعضياته، ونبدا نقطع الحجم اللي بغيت. انا درتهم في هذا الحجم هذا، وتبقاو تقادوا بوحده باش تاخذوا ان كل شيء في نفس القياس. كنقطعهم بهذا الحجم، وداك اللي كيبقى لنا كنفرقوا العجينه تولي العجينه والحشوه تولي الحشوه. بالنسبه لهاد الورود دائما هاد المرشم كديروه في الدقيق، ومن بعد غادي ندير هنايا ورود متوسطه بالعجينه البيضاء كما راكم تشوفوا. وبالنسبه للعجينه البنيه درت بها نفس الشكل، يعني حتى هي ورقتها رقيقه، ولكن من ورقتها رقيقه خديت موس وبقيت نقطع هكا شرائح، وخديت مرشم صغير كذلك ودرت به ورود في اللون البني. هادو كاع غادي نزينو بهم هاد الورود وهادوك الشرائح الرقيقه اللي درنا. كناخذوا حبه ديال الحلوه ديالنا كندهنوا غير الوسط ديالها بياض البيض، وكناخذوا داك الشريط اللي درناه بني وكنلصقوه بهاد الطريقه. كنلصقوه ضروري ديروا بياض البيض البنات. وكناخذ هادوك الورود البيضاء كندهن داك الشريط حتى هو ببياض البيض باش يلصقوا لنا، وندير الورد والورود البيضاء بهذه الطريقه. بغيتو ديروا غير وحده في الوسط، انا درت ثلاثه، درت وحده في الوسط وزدت جوج في الجوانب، ومن بعد فوق ديك الورده البيضاء درت ورده صغيره عليها وهي في اللون البني بهذه الطريقه، وزدت جوج في الجوانب بنفس الطريقه، درت ورود بيضاء ومن فوقها ورود بنيه باش كتعطيني واحد الالوان هكا زويونه، فهي يكونوا البني يكون صغير على الابيض. كتاخذوا واحد الكيغدان البنات وكتضغطوا عليه، ولا كتاخذوا داك العقيق ديك الحلوه الصغيره وكتكوها في الوسط. انا غادي ندير غير كيغدون وغادي نرشم به بهذا الشكل في الوسط نتاع الورود باش كيلصقوا لي ما كيتحلوش صافي. وكناخذ القراص يعني هاد اللي كنقرصوا به كعب غزال، وكنش ندير هكا كنقرص الحلوه بهذه الطريقه هذه من الجوانب، يعني طريقه سهله. غادي نكمل بها كاع الحلوه، نشكلها بهذه الطريقه البنات حتى نكملوها كامل ونستفوها في الصينيه. كما شفتوا كملت الحلوه وزينتها بنفس الطريقه اللي وريتكم البنات. زعما كتجي واحد الطريقه زويونه ما فيهاش بزاف الخدمه شويه، يعني تقدروا ديروا غير ورده في الوسط الا جاتكم فيها يعني تاخذ لكم الوقت ولا شي حاجه. غادي نبيتها ليله كامله حتى الغدوه ونطيبها ضروري باش ما تنفخ لكمش في الفران صافي. ملي بيتها غدا ليه درتها في واحد الصينيه اللي غادي ندخلها للفران وتدخلوها للفرن، طيبوها طياب عادي على نار متوسطه حتى كتبان لكم حمرت من الاسفل، ومن الفوق ما كنحمروهاش، كندخلوها غير واحد زوج دقائق هكا كتشد روحها لاباط صافي، وكنحيدوها. تقدروا من بعد دهنوها بالناباج باش يعطي لمعان، انا هنا ما دهنتهاش خليتها عاديه، من بعد غادي ندهنها صافي. هذه هي الاقتراح ديالي، وهذا هو الشكل، كيجي هائل جدا شكلا ومذاقا بسيط، ونتمنى تجربوها بالطريقه ديالي اكيد في الاعياد ديالكم والمناسبات ديالكم. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو حبيباتي، والى عجبكم كما نقول لكم دائما ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، تعليقاتكم الرائعه والاشتراك في القناه للجديدات مع تفعيل الجرس الصغير. خليتكم على خير، نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.